بس خليني أسألك سؤال، وانت بتتفرج كنت متوقع، يعني كان عندك توقع ان النتيجة كده وان النادي الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقة؟ توقعاتك انا يعني انا توقعاتي بصراحه كان عارف ان النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه جدا هناك، مع الرغم يمكن برضو الناس كلها كانت بتقول اللقاء صعب، صحيح. ولكن خلينا برضو بنتكلم في نقطه مهمه جدا. يعني استئناف الدوري جه في صالح النادي الاهلي. استئناف الدوري جه في صالح النادي الاهلي، اولا الجاهزيه الفنيه والبدنيه في صالح النادي الاهلي في مباراه امبارح، يعني تحس ان لعيبه النادي الاهلي بدنيا احسن بكتير جدا من الوداد. الوداد تحس ان هو بعيدا عن كره القدم مثلا بقى له 6 7 شهور ما لعبش ماتشات. الجاهزيه الفنيه، الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي والاداء، الشق الدفاعي والشق الهجومي، تلاقي فعلا النادي الاهلي افضل بكثير من، فاستفادت النادي الاهلي من خلال مباراه الدوري. انا شايفها ونادي الزمالك برضه يا كابتن فتحي، ونادي الزمالك وكل النهارده مبروك الانديه، مبروك والنهارده الزمالك القرار ده يعني جه بشكل ايجابي على الاهلي والزمالك إيجابي، وكل الدوريات اللي قررت ان هي تعود مره اخرى بالرغم من الانتقادات اللي وجهت للجنه الخماسيه عشان الدوري والضغط المباريات، ولكن النادي الاهلي استفاده كبيره جدا، والنادي الزمالك استفاد. يعني برضه الاثنين استفادوا يا كابتن، وخلينا الناديين استفادوا. خلينا اكلم حضرتك كمان ان النادي الاهلي كمان حسمه لبطوله الدوري قبليها ب7 اسابيع، ده كان جزء مهم جدا، لان كمان وده اللي كنا بنقوله واللعيبه بتقوله والجهاز الفني كان بيسعى ليه، ان بتحسم الدوري بدري عشان يبقى عندك فتره تحضيريه بشكل كويس. الرجاء والوداد كانوا كان في صراع كبير جدا حتى لغايه الاسبوع لحد اللي فات، من الاسبوع اللي فات يمكن حافظ برضه يمكن فعلا سجل هدف يمكن في الدقيقه الاخيره، وفعلا الرجاء خد بيها البطوله. والفرق مش كبير، نقطه كان نقطه واحده، يعني لو الماتش طلع تعادل كان الوداد خد البطوله.